داخل العيد ميلاد نفسه، كان سبونج بوب شايله على كتفه وهو داخل، طبعا كانت شكلها حلو جدا. التورته اللي كانت متنفذه كانت على شكل سبونج بوب، كان بيحب سبونج بوب قوي. هو كان كل الشوهات كل الديكورات كله على سبونج بوب. بيطلب منك في حفلات الاطفال شخصيات كرتونيه معينه، ولا ممكن تبقى حفله مثلا واحد عايز تعمل برنسيس، واحد عايز يعمل مثلا شخصيه خارقه حتى لو من اختراعه هو، ممكن انت تنفذيها له؟ ممكن، ولا لازم تكون شخصيه موجوده بالفعل؟ لا لا، مش شرط تكون شخصيه موجوده. هو ممكن انا يعني انا طبعا لازم بقابل مامة البيبي او بابا او كده، بتفق معاه اذا كان هو عايزها شخصيه عامه زي مثلا سبونج بوب زي ما قلت لك، او لو هيبقى عايزه مثلا زي قراصنه، زي عايز يلبسه مثلا لبس فلاحي لبس اسكندراني، برضه ده كله برضه ان انا اقدر ان انا انفذه للطفل. دي الرسم ده على ايه؟ علامه استفهام؟ علامه استفهام ليه بقى؟ دي كانت عاملاها نيكول سبع على ايديها. على طول كل البنات عايزين يعملوها زي العين بتاعت هيفا اللي رسمتها، كانت رسمها ورا في كتفها من ورا، كل البنات برضو بتطلبها. بس تمام. طيب يعني في عروسه مثلا طلبت منك ان انت تصممي لها تصميم غريب او زي غريب، او يبقى الحفله التنكريه بتاعتها ليها ثيم مثلا غريب؟ لا، هي يمكن كانت هي واحده كانت طالبه الشو بتاع كليوباترا، كانت عايزه تبقى طالعه على الكليوباترا، وواحده تانية كانت بس ده نفذته لها. اوكي، جبت لها اللبس كليوباترا، عملت لها الميك اب كليوباترا، لاني انا اصلا كمان بعمل ميك اب وبصمم طرح وكده، فعرفت ان انا اعمل لها شكل كليوباترا بصاحبه عينيها بكل حاجه وطلعت على شكل كليوباترا. في واحده تانية كانت عايزه تبقى شهرزاد، الف ليله وليله وكده، وبرده عملته لها. حلو جدا. ادي كملت الرسومات بتاعتك دي. كل الرسومات اللي هي التشاينيز. تمام. في موقف مثلا حصل معاكي مش قادره تنسيه في احد الحفلات التنكريه اللي انت طلب منك؟ هو ممكن بس هو كان موقف غريب شويه، ان انا كنت قابلت عملت انترفيو لعروسه في مره وكان معاها مامتها، شفت العروسه قلت لها ازيك يا طنط، وسلمت على مامتها قلت لها مبروك. ده كان اغرب موقف حصل لي. لا وده اعتقد ان اغرب موقف ممكن يقابل اي حد. ماما العروسه كملت معاكي ولا راحت عند حد تاني؟ لا لا، كملت مامتها اللي عملت معايا الشوات مش العروسه. ما هي اكيد كانت ليها عروسه كرياتك اصلا. لا لا خالص، هي كانت مامتها شويه لذيذه قوي ويعني تقدر انها تعمل كده، لكن العروسه كانت اهدى منها، ما عندهاش الجراءه انها تعمل كده. الشوت عمل لماما اتعمل لماما بالظبط. في مناسبات مثلا زي اعياد الجواز، حفلات راس السنه، حفلات الهالوين، حفلات عيد الحب، بيطلب منك برضو ان انت تعملي ازياء تنكريه مثلا مش بقى الاطفال، لاي مثلا كابل عامل حفله مثلا في بيته او عاملينها في اوتيل، ممكن تصممي الازياء بتاعت الحفلات دي؟ ممكن. لو طلبت مني يعني مثلا ممكن يطلب ان هي تعمل جلابيه بارتي. جلابيه بارتي ده بيتعمل كتير جدا، بس بتبقى بقى الجلابيه البارتي بيبقى اللي هم الاثنين اللي هم اصحاب البارتي نفسها لازم يكونوا مختلفين عن كل الموجودين. يعني مثلا ممكن يبقى كل الموجودين لابسين الجلاليب بتاعتهم يبقى شكل واحد، لكن الاثنين اللي هم اصحاب البارتي نفسه لازم يكونوا مختلفين. تمام. عشان احب صاحب الحفله نفسها يكون ظاهر او يكون هو النجم، يبقى هو المميز. بالظبط. اتطلب منك حفلات الهالوين؟ لا، هي برضه فرق ان الطف برضه البنات، بس لسه ما اتطلبتش ميكس. يعني ما اتطلبتش ميكس. بتفكري ان انت يعني توصلي بشغلك لفين، او شغل الحفلات التنكريه بالذات يمكن هو برضو زي ما بقول ان هو جديد شويه عن المجتمع المصري، ازاي ان انت تقدري تسوقي لنفسك بحيث ان انت تبقي تدخلي كونسبت الحفله التنكريه كفقره اساسيه مثلا في الافراح في اي حفله تانية؟ هو حاليا مش اي حد فاهم الموضوع قوي، يعني مش كل الناس فاهمه الموضوع او ان هي قادره انها تستوعبه قوي، لكن بيستوعبوه جوه الحفله. فطبعا الحفله بتبقى يعني مثلا نقول مينيمم 30 40 بنت، بتوصل ماكسيمم مثلا ل 100. طبعا انت بتعرضي الشغل ده قدام كل الناس دي، فالناس لما بتشوفه بتعجب بيه وبتقدر انها تنفذه في حفلات ثانيه، فهي دي تعتبر الدعايه الاساسيه بالنسبه لي. احنا الحقيقه شاري كنا نتمنى ان احنا يكون معانا يعني الصور اكتر للحفلات، بس هي بقى المشكله المستنزيل ما اتفتحش عندنا. اخيرا عايز اسالك، لو عروسه عايزه تعمل حفله تنكريه سواء بقى في ليله الحنه او حفله عيد ميلاد او وات ايفر، تجي لك قبلها بقد ايه علشان تتفقوا على التفاصيل؟ هو حسب برضو، يعني احنا مثلا وقت عيد او وقت اجازات يبقى لازم قبلها تقريبا بشهر
عشان لو هيبقى في تظبيط لمقاسات، تظبيط لديكورات معينه. انت كمان بتعملي الديكور؟ اه لو بتطلب مني ديكورات اه طبعا بعمل الديكورات. تمام. في معانا مثلا مهندسه الديكور مي برضو بتعمل، ممكن تعمل البوسترات بتاعه العروسه، تنفذ لها البوسترات بتاعتها. عندنا مثلا اكسسوارز ايناس لو عايزه تظبط لها اي اكسسوارز عليها اسمائها واسم العروسه. يعني احنا كلنا بنكمل بعض، فلازم يبقى في وقت عندي ان انا اقدر ان احنا نعمل كل الكلام ده. تمام. هاخد اتصال من امال. الو امال، كيفك؟ اهلا. مرحبا يا شيري. ايه عاد عليك يا امال؟ ايه عاد عليك يا حبيبتي، وحشتيني كل سنه وانت طيبه. وانت اكتر يا حبيبه قلبي. شكرا يا امال. وكل سنه والشعب المصري بخير وسلامه يا رب، وينعاد عليكم بالخير والبركه. الله يخليكي حبيبتي. قولي اخبار العيد في لبنان. نعم. ايه؟ اجواء العيد في لبنان ايه؟ عفوا ما سمعتك شيري. اجواء العيد، اجواء العيد. يعني ما في كتير، انا بصراحه بدي اتابع العيد على هالقناه الكريمه. حبيبتي تسلمي لي، كلك ذوق. حبيبتي انا بس بدي اسال حضرتك الكريمه، اذا بتعمل تاتو للمتحجبين وقد بياخذ وقت معها؟ لان هي متحجبه، اذا بتعمل تاتو للمتحجبين الحنه يعني. اوكي. اكيد لانه الله يعافيك يا امال، لانه الحفلات بتبقى كلها بنات، فمحجبه او مش محجبه اكيد بتعمل لها تاتو يعني. وحاجه ثانيه كمان، ان التاتو ده بالحنه يعني، هو رسم حنه اولا واخيرا، هو حنه، هو مش ثابت، مش ست شهور واللي هو او الدائم، لا هو طبعا هو انا مش بعمل اللي هو الدائم، انا بعيد اللي هو الرسم بالحنه العادي اللي هو بيقعد كام يوم وممكن يطلع بالميه، ولو البنت او الست عايزه تشيل بتشيله بالليمون عادي جدا وبيطلع. طب لو عايزه تجدد نفس الرسمه في نفس المكان، هل ده ممكن؟ بعد ما يطلع. بعد ما يطلع. بس هو لما بيطلع ما بيسيبش اي اثر. لا لا خالص، يعني اثار حنه عاديه، رسمه بالحنه عادي، بس هو يعني مش مجرد ان هي مثلا اقدر ان انا اقول ان هو بيستمر شهور او يستمر سنين او الكلام ده، لا لا خالص ما فيش الكلام ده. تمام. بتجهزي ايه بقى؟ احنا داخلين على اعياد، مطلوب منك الفتره دي حاجات، حفلات حنه او حاجات؟ هي اكتر حاجه مطلوبه دلوقتي زي ما قلت كده، اللي هي البرايد ميد، اللي هي التيجان اللي بتبقى في الفرح نفسه يعني. لا في الحفله. في الحنه. في الحنه بتلبسها البنات اصحابها، بيلبسوا التيجان دي مكتوب عليها برايد ميد، والعروسه بتطلع لابسه طرحه طويله بيضه، بتبقى طبعا شكلها جميل جدا، العروسه بتبقى طبعا شكلها مختلف خالص في وسط البرايد ميد اللي حواليها يعني. دي اكتر حاجه مطلوبه دلوقتي. كل سنه وانت طيبه يا شيرين، نورتينا وميرسي ليكي. ان شاء الله تكوني معانا في حلقات ثانيه باذن الله، ويبقى عندنا برضو فرصه ان احنا نشوف صور الشغل الجميل ان شاء الله. ميرسي ليكي يا شيرين.